نعم، هو شوف كل شيء في لا ليميت دو لا ريزون كما نقول، في حدود العقل. طبعا الدين وغير الدين وكل شيء يجب ان يتجند في خدمة ما يتيحه العرف العقلاء ومباني العقلاء، وهو وجوب الاحتراز والحجر الصحي الوقائي، باعتباره هو شكل من اشكال التصدي واحتواء الوباء عند تعذر العلاج او الدواء. الشريعة أنا كما أنظر إليها في المبنى العلمي اللي أنا أميل إليه، هو أنها لا يوجد هناك خلاف بين المبنى الشرعي والمبنى العقلائي، خصوصا في الجائحة، حيث المناط معروف وهو الضرر، تطبيق قاعدة لا ضرر في أبسط شيء. وربما حتى إذا بدنا نتحدث فقهيا، فأنت في حل من أمرك، الإنسان المكلف الشرعي ممكن أن يأخذ بالاحتياط، والاحتياط هو طريق ثالث ما عدا الاجتهاد والتقليد. والاحتياط هنا واضح حينما، لأنه الإنسان حينما يجتهد، والإنسان المكلف العادي حتى الذي لا يحرص الشروط يمكنه أن يجتهد في حدود ما يدفع به الضرر، وبالتالي الاحتياط هنا واضح جدا. لذلك أنا أعتقد بأنه المدارك الشرعية والمباني العقلية كلها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك في أن الحجر الصحي هو الموقف المطلوب شرعا وعقلا، وأن الفيروس لا يمكن أن نواجهه بالهتافات الجهادية كأننا نحارب عدوا خارجيا أو شيء. الفيروس محاربته هو بالحجر الصحي، هو بالعزلة، هو بالبعد، وبتدبير المسافات. فبدون أن ندخل في التفاصيل، أن الموقف الشرعي واضح في سياق الطواعين والأوبئة، فهو يعني عادة يحث الناس على عدم الخروج والتحلس في البيوت، ويحفزهم حتى يعتبر من مات ومن حتى تحلس في بيته هو في مقام الشهيد. فبالتالي الدين يساعد ويساهم في خفض البانيك والخوف وهذه الأشياء، ويوفر بيئة للعلاج. وبالتالي إذا كان الدين سيقوم بهذا الدور فهو نعم العون على العلم. فبالتالي نحن نعتقد أن العدو الحقيقي والخطر الحقيقي هو في التطرف، هو في عدم احترام العلم والحياة والطرق التي تعارف عليها العقلاء، من منطلق أن التداوي هو أمر من البديهيات. التداوي هو أمر بديهي تعارفت عليه البشرية والإنسان، ولا يحتاج حتى الشرع فقط محفز في هذا الأمر، ولا تصل النوبة حتى ينشئ لنا الشرع موقفا من هذا القبيل. الشرع يعزز هذه المواقف اللي هي بديهية في عرف الناس. باختصار على مستوى تشخيص الواقع، أن الأمور إلى حد الآن فيها انضباط، ما يحصل بين الفينة والأخرى محدود جدا واستثنائي جدا، ولا يمثل الحالة العامة. إذن من هذا المنظور ومن خلال أنا بشوف وراقب وقارن، أن الوضع أفضل، ليس فقط حتى بالمقارنة مع دول أخرى. أنت لما تسمع اليوم أنه رئيس الوزراء البريطاني يدعو ويحاول من خلال الخطابة والإقناع أن يقنع الشعب بالتزام البيت، وإلا سنلجأ إلى كذا وكذا، فهو يحاول فقط أن يقنعهم بأنه يستطيع أن، لحد الآن لم يصلوا إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب، وكذلك في دول كثيرة في أوروبا لما نتابعها واحدة واحدة وبالمقارنة نجد أن المغرب بالفعل استبق، لأنه ما كانش من قبل أنه يلجأ إلى هذا النوع، لأنه ما راح يكون مقنع أو غير هذا، ولكن على الأقل بالمقارنة مع دول كثيرة حقق سبقا. وضمن الإجراءات الإدارية والصحية وغيرها، لحد الآن أشوف أن الأمور ماشية وأن في تفهم حتى من المجتمع. هذا على مستوى العام أستاذ هاني، ولكن احنا تحدثت على المستوى الاجتماعي. يعني على المستوى الاجتماعي نحن كل يوم فيه تساؤلات وفيه إجراءات، لحد الآن بتنحل واحدة واحدة، وفيما يقال أنه ستنحل
مشكلات كثيرة. مثلا أسمع في آخر يعني خبر أنه يتم احتواء مثلا الناس المشردين لأنهم بالفعل العنصر قد يتحول إلى عنصر نقل الوباء وشيء، ومحاولة إيجاد طريقة لاحتوائهم أيضا لمن ليسوا مسجلين في الصندوق الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي وغيرها. هم يقولون أنه سوف تنحل كل هذه الأمور، وهناك صندوق أيضا صندوق أنشئ في هذا المجال لعله قد يساهم في الاحتواء. لحد الآن لا توجد هناك خطة من أجل نعم هو من صرف من المبالغ نعم التي توجد في الصندوق. من البداية إلى الآن لحد الآن بدأت تظهر بعض الإجراءات العملية، ولازلنا في البداية، يعني بدء الحجر إلى الآن لازلنا في البداية. أنا أعتقد أنه يجب أن نكون متفائلين، لأن التفاؤل أيضا هو عنصر أساسي في مواجهة كورونا. لذلك أنا أعتبر أنه حتى لما حكينا عن المسألة الدينية، فأنا أعتبر من أهم مقاصد الدين وزبدته وغايته وشرط شروطه هو حفظ النظام العام. ومعروف كيف يجب أن نحافظ، لأنه من دون حفظ النظام العام لا يقوم شيء، لا مقصد من المقاصد يقوم. فلذلك أنا أعتقد أنه التفاؤل مهم جدا، يساعد على العلاج، ويجب أن لا ندخل في العدمية والفوضوية لأنها والتشاؤمية، لأنها عوامل غير صحية. أنا أعتبر غير صحية حتى في مواجهة، لا يمكن أن نواجه كورونا ونحن محبطون ونحن متشائمون ونحن منخولين ونحن فوضويين. لذلك أنا أعتقد أننا دخلنا في شكل من أشكال العقد الطبيعي، وهو مسألة أساسية، ويجب أن نصعد أيضا الوعي بما يجب أن نقوم به وما يجب أن نفعله.